السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا الطيبين، معكم المهندس سالم البروان، متواجدين الآن في جبل سمحان، فوق جبل سمحان. ما شاء الله، مثل ما أنتم شايفين كل الغيوم هنا تحت، الارتفاع 1300 تقريبا متر. في مكان يعني الخدمات الاخرى، النزول والفلوس وكذا. وهنا هنا اكثر الناس اللي يجوا هنا اللي هم التصوير وكذا. شوف الغيوم يا شباب، بس كونوا حاضرين جدا. الاطفال انا اظن ما مستحب تجيب هنا الاطفال. شوف الغيوم كيف، ما شاء الله الغيوم جميله وحلوة. نحن على مستوى الغيوم تقريبا، ومرات الغيوم تكون تحت. هذا هو جبل سمحان الشباب الطيبين. عادة الناس ما يجوا هنا كثير، جبل سمحان ما يجوا كثير، ولكن حلو. في ناس يجوا حل تخييم لان درجه الحراره حلوه وجميله. اهلا وسهلا.